سلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخر الله بخير ياكم. سيد حسين انا مبول، رجعنا لزمن الشباب. زر اللايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. يا شباب اهم شي تفعيل زر الجرس، لان اليوتيوب في الاونة الاخيرة قاعد الى خبط مثل ما تقولون، او قاعد يعني السيستم ماله في مشكلة انه ما يرسل اشعارات للاخرين. فيا شباب اتمنى جودة المايك صارت احسن اليكم، واليوم عندنا طريقة تحميل الواتس اب للايباد. هي الطريقة للهواتف لكن انا بحملها للايباد. اوكي يا شباب، طبعا في بثوث ماينكرافت انتظروني، اشتريت 47 حساب كلهم فول داتا، فانتظروني يا شباب يعني بسوي لهم الجيفاويهات، يعني لا حد يزعل ويقول انت ما تسوي جيفاويهات او شيء. المهم خلينا نبدا في الشرح. طبعا اول شيء تنتقل الى الرابط اللي بتلاقونه في وصف الفيديو، وتضغط على الايقونه اللي على اليسار الزرقاء لتحميل اب بلوي، تضغط عليها، تحولك على الاعدادات. بعد ما تضغط تثبيت تحولك على الاعدادات، تضغط السماح، يقول لك ادخل رمز مرورك، دخل رمز المرور او تشغيل هاتف، تضغط على السماح السماح السماح، تم تمام. بعدين تطلع من اللي هو تطلع من السفاري. وطبعا نسيت ما اقول لكم انه لازم يكون في الايفون مالكم ما يكون في واتساب ابدا، لان اذا كان في واتساب مرتبط بواتساب فما راح تضبط التجربة صح. طبعا تفتح على الاب فلوي ومتجر الوادي، تنتظر قليلا لحد ما يطلع لك اعلان خيار الاكس اللي فوق، تضغط على تنزل قليلا تحصل واتساب، بتقول هذا واتساب جديد، اسم الواتساب واتساب بلس بلس مكتوب على سوشيال ميديا، تضغط عليه. ما تضغط على جيت في البداية، تضغط عليه او عفوا تضغط على جيت علشان تطلع لك هالخيار، بعدين تضغط على جيت، تضغط تثبيت، تنتظر قليلا تطلع من الابل فلو وتمسحها، وهذا الواتساب مثل ما تشوفون قاعد يحمل قدامكم. فيا شباب بنتظر نهاية التحميل بعد ما يثبت الواتساب، على طول برجع لكم. انت ومثل ما تشوفون يا شباب حملت الواتساب، الحين دابا الدش بقول لك مطور مؤسسة غير موثوق فيه، عليك التوجه للاعدادات، بعدها ذلك الى عام، بعد ذلك الى ملفات التعريف وادارة التعريف، بعد ذلك تضغط على الخيار الثاني وتضغط على الخيار الازرق وتضغط على الوثوق، وبعدها تطلع خلاص وتفتح الواتساب مثل ما تشوف واتساب طبيعي يشتغل. تضغط على السماح السماح، اتوقع هاي على الطائرة يسمونهم، تمام. تضغط على الخيار الازرق اللي هو كأنك بتسجل مستخدم جديد في الواتساب، بعدين بيطلب منك انك تكتب رقمك، لازم يكون هاتفك اللي موضوع فيه بطاقة سم واللي ما في واتساب قريب منك، وتكتب رقم هاتفك. بعد ما نكتب رقم الهاتف تضغط على كلمة تم، تنتظر قليلا يقول لك هني هل هني عندك يعني انت نسخ بيانية، تقول له لا طوف. طبعا بيقول لك قبل الكود، لان انا توني ما اصح الواتساب ورديت نزلته، بيرسلون لك كود على الاس ام اس، فانا توني ما اصح الواتساب ورديت نزلته فما بيردون يطلبون مني هذا الشيء، لانه وثقه في الايباد. تكتب اسمك في الواتساب اللي تبغيه، انا مثلا بكتب اسمي سيد حسين على ما اظن. خلاص نضغط تم، مثل ما تشوفون يا شباب الواتساب شغال. ومثلا مثلا بكتب لهذه المجموعه هلا الاخبار، مثل ما تشوفون شباب الواتساب شغال والكل يقدر. ومن ضمن مزايا هذا الواتساب انك تقدر، بس مشكلته الوحيده اللي هي مشكله الاعلانات. ومن ضمن مزايا هذا الواتساب انك تقدر تخفي اخر ظهور، يعني تخليها قبل تواريخ مثلا 2016. اذا انت قريت رسالة احد ما يطلع للشخص انه قريت رسالته. اوكي شباب، فبس وصلنا للختام، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وشكرا على دعمكم المستمر، وبس يا شباب مع السلامة.